توفيق في القضيه كيفاش غادي نعرفوا الناد هاد الناس اللي باغيين يقطعوا الورقه ديالهم عبر الانترنت واش عندهم باس فاكسينال ولا لا؟ كيفاش كتتم العمليه؟ باش نتكلم على هذه القضيه بكل صراحه، حنا اليوم كاين هذا الباس فاكسينال، هو معلومه شخصيه ديال 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 المغربي، شخص مغربي، معلومه شخصيه ومعلومه ميديكال كاع، لان المعلومه كتكون سكريت، ما يمكنش انا من الحق ديالي انني نستعمل هذيك المعلومه باش ندخلوا لواحد اما التيران ولا مسرح ولا هذا. باغ كونت انا اش كنقول، العمليه اليوم ان هذا الانسان باش تعرف هذا الانسان سميتو السي محمد الحاج، باش تعرفوا الا عندك تا باكس فاكسينال ديالو باش نعرف انا هذا الشخص سميتو سي محمد الحاج باش يدخل. دونك التذكره خصها تكون نوميناتيف بالاسم ديالو. دونك التذكره ملي كتخاد من عندنا من الموقع كتخاد بالاسم والصفه وكتبريزونطا في الدخول ديال 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 الملعب بالباس فاكسينال ولا كارت ناسيونال ديالو باش كيدخل الانسان بكل سهوله للملعب. فهمتي؟ هذه هي المساله اللي انا اقترحت اليوم، وان هاد لا تكنولوجيا وهاد الموقع اليوم اللي اليوم كان عنده ديجا خدمنا احنا في الكره ودرنا انجازات، احنا اليوم هاد لا تكنولوجي كنحطوها للمسؤولين والفرق باش يحاولوا الجمهور يستفد من يتمتع بالمقابلات ديال الفرقه ديالو بكل 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 اريحيه. واخا واش كاين شي تنسيق مع شي انديه ولا شي مسؤولين في الجامعه؟ هادشي اللي بغيت نشرح لك، واليوم المشروع بدا مع الرجاء، وحنا كنت انا سويت كما قلت لك الباك جراوند اللي عندي كان عندي مع الرجاء، وانا كان عندي لاكسي مع الناس ديالو انني نشرح لهم، وان هادشي يكون ساهل عليا كبدايه الرجاء، وبغيت نبدا بالرجاء لانه فرقه كبيره وعليها جمهور كبير، باش ما يقولوش راه بدا البروجي من فريق اللي عنده جماهيريه قليله، باش ما يقولوش راه البروجي هذا ملي غادي يجي الفرقه كبيره. حنا بدينا بفرقه كبيره اللي هي عندها جماهير كثيره في المغرب، ولان ملي كيكون لاكسي وكيكون هذا خص تكون الضغط، يكون الضغط في لي سيرفور باش تدخل باش هذا. وعاد مشينا سنينا مع فرق اخرين كالناس اللي تقوا فينا بحال الدفاع الحسني الجديدي، عندي المولودية وجدية، فرقي ميم في الدوزيام ديفيزيون، فرقي في الهوات اللي سناو معنا، ومازال كنحاول هاد لابارتي كوميرسال. الحسني اكادير حتى هما هاد الفرق غيكونوا معاك في العوده ديال العوده ان شاء الله ديال البطوله، وكل واحد عندنا كل فرقه خدامين معاها بروجي سبيسيفيك، لان كل 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 فرقه عندها تيران بخصوصيات خاصه، عندها جماهير بخصوصيات خاصه، دونك خاص الناس اللي تجلس مع هاد الناس وتخدم معاهم. وانا ما كنتمنى على الله، لان بدات ناس في الجامعه اللي كنتمناهم انهم غير يكونتاكتيونا غير نتعاملوا نخدموا انصومبل. حنا كفاءات شابه، هذا موقع مغربي 100% خدامين في كفاءات شابه، وحنا هذه مده ديال 18 شهر وحنا واقفين، ومع ذلك طورنا في الموقع، زدنا دي زوبسيون اخرين، زدنا ان الانسان يقدر ياخذ دابا لي شارب ديالو التوني ديال الفرقه مع 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 التيكي، شي حوايج اللي غادي يعاونوا الفريق بانه يدوبي لي ريفوني ديالو، يزيد مداخل، يعني غديروا مشاريع مشتركه مع الفرق، مع الفرق ديال الصوير. وهاد لا سوليسيون ماشي ولا بد انه يدوزوا غير باغ غيشي بويما، ولكن هاد لا سوليسيون نقدر انستاليها حتى في لي سيت ديال لي كلوب، صافي دير في السيت ديال الدفاع الحسني الجديدي غتدخل تاخذ ورقه من لو سيت ديال الدفاع، هو راه كلشي كيدوز من لا سوليسيون اللي حنا ديجا مجربه عندنا. مي واحد من الجمهور يمشي للموقع ديال الكلوب ديالو، ديال الكلوب ديالو اون مارك بلونش، كتسمى مارك بلونش، انه يقدر يدخل في الموقع ديال هذا، هو كيدوز من لو سيستيم عندنا، بحال حنا كنعطيوهم هذاك لو سيستيم باش كيبيعوا في الموقع ديالهم ويبيعوا عندنا. سيبوزون كو الجامعه جات اليوم عطاتكم هاد القضيه هذه، واش نتوما تقدروا 30 دوره وكتعرف بان كاين 8 الماتشات في الويكاند، واش نتوما عندكم هذه الامكانيه؟ صح، كاين حنا دابا هذه ستارت اب مغربيه كما قلت لك، وحنا ما انا هذا الشيء عاد هو اللي كيعجبني، فهمتي؟ هاد لي ديفي هما اللي كيعجبونا، فهمتي؟ انا ماشي شخص بوحدي خدام، كاينين معايا شباب متمكن وكفاءات مزيانه معنا في الشركه، حنا هذا الشيء دايرينه غير باش نعاونوا هاد ليكو سيستيم ديال هاد البطوله الوطنيه، ونعاونوا ليكو سيستيم ديال الجامعه الملكيه. حنا لا اوني لا باش نعاونوا، لان كاين واحد الخلط، الناس كيقول لك لا راه كانوا المواقع، كانت التذاكر كيتباعوا في موقع الجامعه، موقع الجامعه ما كانش عنده التذاكر الكترونيه مباشره، ما كانش انسان من دارو يمشي للتيران، كيمشي كياخذ الورقه وعاد كيغومبلاسي كيمشي للكيشي، دونك بحال حتى حاجه ما كنديرها، فهمتي؟ انا اليوم احنا عندنا لا سوليسيون واجده وكنحطوها مادين ايدينا الجامعه والفرق كلهم ديال البطوله بيكون بدون اختصاص، وهذا الشيء راه ما فيهاش مساله ماديه، لان احنا اول حاجه حتى في اونيفو ديال لا فاكتوراسيون ديالنا وكيفاش كنخدموا، حنا سيستيم وين وين، صادق بعثي التيكيات كنربح معاك، الا ما بعثيش راه ما عندي. انتوما دايرين معاهم واحد النسبه، النسبه اللي فيها بيان سور هذاك الشيء اللي الناس اللي خدامين، الفري ديالنا وهذاك الشيء كامل ولو سافوار فير، وهذا الشيء القضيه اللي بزاف كيسولوا على الجمهور هي ديال السكان،
كيقول لك هذه كتسكانا واش هاد الاوراق ديالكم قابلين للسكان. حنا درنا واحد لابليكاسيون دابا جديده اللي كندير فيها ان برومي تشيك كيتسمى تشيك الاولاني قبل ما يوصل للتورنيكي كنتشيكيو من الاول واش التيكي هذا ديجا داز عندي ولا ما دازش. فهمتي هاد العمليه دابا غنبداو ان شاء الله مع 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 الفرق في البطوله الاخرين وكنخدمين كندوي مع كازا ايفنت في هذا المشروع وحتى كازا ايفنت حتى هما خدامين كنقادو معاهم حتى بالنسبه باغيين يخرجوا واحد لاكارت ديالهم خرجوها دابا يلا غادي يبداو يستعملوا فيها وكيفاش الناس غادي تخدم بها وتبيع بها. دونك غادي نبداو نخدموا على البرومي تشيك في البيبان من الاول عادي وصل للتورنيكي باش نيفيتيو هذه القضيه ديال السكان وديال التذاكر. فاق تكلمتي على عدم قاعده جماهيريه فريق الوداد الرياضي البيضاوي حتى هو تقريبا انت مقيم في كازا تقريبا وكنتي اون كونتاكت مع فريق الرجاء بالنسبه ما تكلمتيش على فريق الوداد واش ما كاينش اتصالات فريق الوداد. انا حنا مدينا لهم مديناه دابا حيت كاين واحد القضيه وكنت بغيت ندوي عليها الناس كتقول الناس كيقول لك انت كتميل للرجاء ولكن هذا الموقع ما فيهش غير رجاويين. هذا الموقع راه كما قلت لك راه موقع حتى فيه حتى الدراري اللي معايا الودادين غير حنا ملي ودينا الوداد ما خدموش معنا فهمتي سورتو في الدار البيضاء وكان ميم سيستم عندنا خدامين حنا اون كونترا تري بارتي مع كازا ايفنت ومع مع مع الرجاء. الوداد ما كيقول لك لان كيقول لك بحال انا راه رجاوي انا حنا اليوم انا ديك تراجاوي راه با ودادي عندي خويا تومي معايا ودادي فهمتي هذه مساله عاديه هذه خدمه هذه ما فيهاش حب الفريق هذا رجاوي ما حيد لي حتى واحد ولكن هذه خدمه وانا اليوم حكم عليا بالخدمه ديالي لان بعت ديربي وداديين اصدقاء ديالي اللي شراو في الموقع قال لك سيدي حنا ما فهمناش علاش الناس ما بغاوش يخدموا معك فهمتي زعما مساله عاديه. حنا حتى فريق الوداد انا كنمد يدينا باش يخدم معنا وحنا كما قلت لك مفتوحين على الجميع اكيد. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.